الاخوان اللهم يسر، دابا غنولعوكم مع الكلب اللي دا امير دي راس احسن كلب في المعرض الدولي تبارك الله. جينا لقيناه باقي ما خدمش معاه مزيان، ولكن اللهم يسر غتولعو دابا تبارك الله. اللهم يسر، مازال شحال ما خدم معاه. سابيع الدراري ما تنساوش بارطاج. هلا اللهم يسر. يوسف خويا مازال راه قلتي لي جيت لقيت قلتي لي شحال ما خدمش معاه باش يعرفوا. والله الا شحال جي لمده عام تبارك الله. كاين لوطري ما بوحده لوطري ابار دريساج ما بقاش عندي الوقت. الوقت ديال الخدمه ديالي كنخدم مع كامل، كيبقى لي الوقت غير بالليل غير كنطريني بيه اخويا. شي حاجه غير مازال غنشوفوا الجديد ان شاء الله. كل حيت دريسيجو كبير انا ما درتش دريسيجو الصغير. ياك شحال كان العمر ديالو تقريبا؟ هو عنده 4 سنين تبارك الله. دابا راه عنده 8 سنين الكليه. وراه كاين اللي كيقول لك لا لا كبر الكليه ما يبقاش التدريس. لا لا على خير ودليل على دابا على حسب عاوتاني حتى الكاركتير ديال الكلب كيدير وعلى حسب دريسور ولا دريسي كيدير واش مولوع ولا ما كيتحدوش الكلاب. قد ما انت كتعطي قد ما حتى هو يعطيك. اي اخويا وشي نصيحه باش يزيد الدريساج لقدام ونشوفوا دراري خاص الدراري حتى هما يزيدوا يتولعوا ما يتحدوش ما يساليوش. ضروري يزيد قدام على حسب كاين الدراري كنعرفهم دابا راه تبارك الله في المستوى دريساج بروفيسيونيل الحمد لله الله يسخر الامور وان شاء الله يكونوا ان شاء الله نبداو مع الدراري في ما يكونوش ان شاء الله نبداو معاهم من الاول دريساج حتى الاخر. غدير شي صفيحه ولا باقي انت خاصك دير شي صفحه؟ ان شاء الله اخويا ان شاء الله قريب ان شاء الله غاديرها وحنا غنبارطاجيوها. لا خسري والو خويا غيكون الخير ان شاء الله. الله يحفظك يوسف وفي شي سير الله تيسير الله. تيسير الله. شكرا يوسف بيك امين الله يبارك.